ماليش يعني. يعني انا شايف من لنا 3 يوم الطيران السوداني بيقوم بعمل جيد في اصقاع هذه المدينه وفي اطرافها، والحق خسائر ضخمه جدا بالتمرد. يجب ان يستمر هذا الجهد، ويجب ان تظل هذه الحاميه قائمه، ويجب ان يستفسر الناس على بوابه هذه المدينه مواطنين وعسكريين، وعلى القياده ان تعمل تنتبه لاهميه منطقة بابونوسا ولأهمية الحامية أو الفرقة 22، وضرورة أن يتواصل الإمداد سواء كان بالطيران أو حتى يعني محاولة توفير القوات الخاصة، عمل كل الذي يمكن عمله وعدم التقاعس في أنه تظل هذه المدينة شاهقة وسامقة وبعيدة عن أيدي التمرد. ويجب أن تبدأ من مدينة بابونوسا، ونتمنى هذا ونتطلع إلى هذا، تبدأ من بابونوسا أن تتكسر رماح وسهام المؤامرات التي يطلق التمرد على المدن السودانية واحدة تلو الأخرى.